احساس مزعج جدا انك تحس ان ركبك وجعاك وتعباك، واحساس مزعج اكتر انه تسمع ان دي ربما تكون بدايات خشونه. كلمه خشونه الركب بتقلق، لانه بيبقى بنفهم بعدها انه محتاجين بقى علاج طويل، يمكن محتاجين علاج طبيعي، يمكن محتاجين ادويه، يمكن محتاجين تدخل جراحي وغيره. عايزين نتكلم في الفقره دي عن كيفيه الوقايه من خشونه الركبه، واللي بالفعل للاسف اصيب بيها ممكن يتعامل معاها ازاي. وعايزين نسال سؤال مهم جدا، هو ازاي خشونه الركبه دي، في ناس زمان او الفكر القديم كان يقول لك انها بتيجي للناس اللي مش بتتحرك كتير. النهارده اغلب الرياضيين عندهم مشاكل ركب، حتى عشان كده هما بيلعبوا تلاقيهم حاطين بتعدي السفنج اللي هي البادز دي اللي بتتحط على الركب عشان ما تحطش بريشر او ضغط جامد على الركبه. تعالوا نتكلم في موضوع خشونه الركب اللي بعتقد ان هو يهمنا كلنا كبار وصغيرين، مع ضيفنا الكريم الاستاذ الدكتور جمال صلاح الدين، استاذ الطب الرياضي واصابات الملاعب بمستشفى دريم. يا صباح الفل يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الحمد لله على السلامه. كنت في السودان حضرتك الاسبوع اللي فات. الله يسلم حضرتك. اي صح كده؟ كانت دعوه من وزير الصحه السوداني. الحمد لله، كانت بدعوه خاصه من معالي وزير الصحه السوداني ولايه الخرطوم البروفيسور مأمون حميدة. كان ايه بقى في كلام عن هي الدعوه اصلا كانت اصابات الملاعب عموما ولا حاجه محدده؟ هي كانت الـ 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 الاساس فيها كانت منظومه الطب الرياضي واصابات الملاعب. هم كانوا يعني كانت الدعوه اصلا عشان خاطر عاوزين يسترشدوا بتجربه مصر، جمهوريه مصر العربيه، في الطب الرياضي واصابات الملاعب. الحمد لله رحت هناك وعملنا محاضرات كتيره في الطب الرياضي واصابات الملاعب. حضرها ناس كتير جدا اللي هم مهتمين بالرياضه، حضرها ناس كتير جدا من الاطباء اللي هم بيعملوا في مجال الطب الرياضي هناك. حلو جدا. خشونه الركب معناها ايه؟ يعني ايه ركبي خشنه؟ يعني ده مصطلح مجازي ولا هي فعلا بتخشن فنحط لها كريم فتظبط الدنيا ولا ايه بالظبط؟ كلام حضرتك مظبوط. هو فعلا كلمه خشونه يعني هو ده مصطلح مجازي فعلا، انما لو حبينا نعرف خشونه الركبه ايه، هو خشونه الركبه كلمة خشونة هو التهاب غضروفي عظمي مفصلي بيحصل في ممكن يحصل في أي مفصل في مفاصل الجسم. إنما نظرا إن الركبة هي اللي عليها الحمل الأكتر فالركبة بتصاب أكتر. إنما ممكن يصاب مفصل الحوض، ممكن يصاب برضه بخشونة. مفصل الأنكل تحت اللي هو خصوصا المفاصل اللي هي عليها الحمل، إن أنا ماشي عليها بحمل عليها كتير. بتبقى قليله جدا في المفاصل اللي هي ما عليهاش حمل قوي زي مفاصل الكتف او مفاصل الكوع او مفاصل الرسغ. طبعا عندي سؤال. اتفضلي. زمان كان اللي بيحصل انه الناس السمينه او اللي اوزانها ثقيله او كبار السن هم اللي بنسمع عندهم مشاكل الركبه، دلوقتي شباب، اطفال صغيره، ناس في الثلاثينات والاربعينات، ناس رفيعه، ناس بتلعب رياضه جدا، ايه اللي حصل؟ يعني ليه ده دلوقتي بقى موجود عند ناس كتير قوي؟ تمام. لان اولا هو احنا عرفنا الخشونه هي التهاب عظمي غضروفي مفصلي بيحصل في المفاصل، بدايته التهاب في الغشاء اللي هو حوالين اللي مغطي المفصل من الداخل، وتبدا الدرجه بتاعه الخشونه تتدرج لغايه لما توصل الى المرحله الاخيره خالص اللي هي الخلل الميكانيكي اللي بيحصل داخل مفصل الركبه، ويوصلنا في الاخر ان احنا نقول ان احنا محتاجين نغير مفاصل وحاجات من دي. طيب زي ما حضرتك قلت دلوقتي في خشونه بتحصل ناس صغيرين، شباب اللي هم تحت السن 30 سنه بيحصل لهم ساعات خشونه في المفاصل او بيحصل لهم الام، عشان يبقى كلامنا علمي، بيحصل التهاب داخل مفصل الركبه. الالتهاب ده دايما الناس تقول عليه خشونه، انا عندي خشونه. حتى الشخص ساعات بيجي وهو سنه صغير ويجي في العياده، انا جاي بشتكي من خشونه. طب انت بتشتكي من ايه؟ نيجي للشكوى بقى الاساسيه. الشكوى الاساسيه في المفصل الركبه نمره واحد بيكون فيه الم. والالم ليه درجات كتيرة جدا، من درجة ألم بسيط تولربل ممكن الشخص يتحمله، قابل للاحتمال، إلى ألم يعوق الشخص عن أداء وظائفه الحياتية العادية خالص، حتى مهامه الوظيفية بالظبط كده. وممكن توصل للواحد أنه مش قادر يصلي وهو واقف، بيصلي وهو قاعد، لأنه مجرد أنه مش قادر يركع، مش قادر يخلي ركبته في وضع تاني فيه. بالظبط بالظبط. فهم حاجتين الشكوى الشائعة بالنسبة لخشونة المفاصل أو خشونة الركبة، حاجتين الألم وعدم قيام الشخص بالوظيفه بتاعت المفصل ده. يبقى هما حاجتين، الالم والحده في الحركه او عدم القدره على او عدم قيام المفصل بالوظيفه بتاعته اللي هو المعروفه. شده الالم وخفته ودرجه الوظيفه بدايتها او الحده الاخرانيه من الوظيفه، ده بيحدد درجه الخشونه ذات نفسها. حلو. احنا عندنا درجات الخشونه
في حوالي 5 درجات خشونة، ده 5 درجات لخشونة المفاصل. بتبدأ الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة على حسب الألم ودرجة فقدان الوظيفة لهذا المفصل. الدرجة الرابعة والدرجة الخامسة اللي هم آخر الدرجات بيبقى حصل خلل ميكانيكي داخل المفصل، وبالتالي ما بنقدرش ان احنا نعالج المفصل ده بالعلاجات اللي هي التحفظية والوقائية اللي هي اللي بدون تدخلات جراحية. الدرجة الأولى والدرجة الثانية والثالثة علاجهم بيكون علاج بيتمثل فيه علاج دوائي مضاد للالتهاب، علاج طبيعي ان انا بقوي العضلات والاربطه اللي حوالين المفصل، بدي ادويه تحسن من صحه المفصل اللي هي الادويه اللي هي المكملات الغذائيه اللي احنا تقريبا سبلمنتس بقى ايها بالظبط فعلا. وحاليا دلوقتي في علاج حديث جدا اللي هو علاج بالبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه اللي هي المحفزات بتاعه عوامل النمو، اللي هي بناخد البلازما من جسم الانسان وبنعيد حقنها في الركب مره ثانيه. بالظبط، هي الفكره بتاعتها فكره بسيطه جدا، ان احنا بناخد عينه دم حوالي 10 سم دم في انبوبه معقمه. العينه دي بتتاخد وبيحصل لها فصل خلايا معينه في جهاز الفصل، بنخرج الخلايا ديت وبنحقنها داخل، بعد ما نشطها بنحقنها داخل مفصل اللي هو المصاب خصوصا مفصل الركبه. بعد التنشيط بتخرج الخلايا اللي هي عوامل النمو اللي هي مخزنه داخل هذه الخلايا. اول ما تخرج عوامل النمو دي بتصلح لي كل الخلل اللي هو حاصل داخل مفصل الركبه. اللي هو ايه متمثل ايه؟ الالتهابات اللي بتحصل في الاغشيه بتاعت المبطنه من الركبه من الداخل، بعض القرح اللي بتحصل داخل المفصل، كل دي حاجات بيعالجها حقن البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه اللي هي البي ار بي. تمام. ودي تعتبر احدث علاجات، دي علاجات وليس حاجات ان انا بديها بس مجرد دي موجوده في مصر عندنا يعني. انا ممكن اجي لك مستشفى دريم مثلا عندك اعملها عادي؟ موجوده يا فندم. ايوه موجوده دلوقتي، مش محتاجه ماده من بره، مش محتاجه اطلاق. لا لا اطلاق، ما فيش مقص محاليل، ما فيش حاجه. لا لا، هي بتتاخد من دم من دم الشخص ذات نفسه وبتفصل من في المكان ذات نفسه، بس المفروض ان هو التعقيم وطريقه الفصل، هي طريقه الفصل المهمه جدا اللي بتختلف من مكان لمكان، وكل مكان طريقه الفصل مظبوطه. معلش يا دكتور، هي مكلفه؟ انا يعني لا لا مش مكلفه خالص، مش مكلفه خالص. اصل دايما العمليات اللي ليها علاقه بالمفاصل والشرايح والحاجات دي الواحد بيقلق. هو لما بنوصل لما بنوصل دلوقتي لمرحله ان احنا حصل خلل ميكانيكي داخل المفصل، يعني المفصل اتاثر، بدا يتزحزح من مكانه، الخلل اللي هو ما يقدرش الخلايا بتاعه البي ار بي او الخلايا البلازما تصلحه. في الحالة دي احنا بنضطر ان احنا نقول طبعا محتاجين ان احنا نركب مفاصل وحاجات من دي، وهي دي فعلا اللي بتبقى يعني مكلفة شوية، وخصوصا مع التغيرات الاقتصادية اللي موجودة، فبقت المفاصل للأسف تبقى سعرها ما بيقدرش الشخص ان هو يتحمله. طيب اسمح لنا ناخد اتصالات ونرجع بقى نعرف او اسال السؤال اللي محيرني جدا، ازاي العدائين والرياضيين وبتاع ده من اكتر الناس اللي بيصابوا فعلا يعني المفروض ان على طول ممشين عضلاتهم واخدين بالهم بيعملوا تمارين وسكواتس والحاجات دي كلها. ناخد ام محمود من بني سويف. صباح الخير يا ام محمود. صباح الخير يا استاذه منى. ازيك يا حبيبتي؟ صباح الفل. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله جميله. نشكرك يا حبيبتي، نشكر قناة دريم جميعا ونشكر الدكتور. ربنا يعزك يا ام محمود. ايه عندك اي مشكلة؟ الامر لله، انا كنت اتقدمت لك قبل كده في مساعدة وقلت لي عايزة تحليل بي سي ار على قناة دريم من 3 شهور، وطالبة مساعدة اللي هي المتر اللي 27 متر، وسبت رقمي كذا مرة، دي لي 3 شهور يا حبيبتي. ماشي. لا قوي قوي ندخلك في المبادرة معانا. انت كلمتي مين؟ كلمتينا احنا؟ كلمتك كذا مره يا حبيبتي، تكلمت. معلش يا ام محمود والله، بس احنا كل الحالات اللي عندنا بالحمد لله ربنا يعني ربنا رحمته واسعه قوي. ما انا بتابعك كل يوم يا حبيبتي، ما انا عارفه. طيب. بس انا عايزه يعني مثلا لو ما ليش حاجه ترد عليا مثلا. حاضر. لا 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 لا، نعمل لك البي سي ار وان شاء الله باذن الله تروحي للدكتور وكله زي ما تقلقيش خالص. حاضر يا حبيبتي. حاضر يا حبيبتي. انا عايزه بس مساعده للبيت، عداد كهرباء، ومساعده حتى من الرئيس، ربنا من الرئيس السيسي ومن جمعيه البر والتقوى. والله يا بنتي حياة ربنا، بدات واخده تاكسي بين سويس ودار على كل جمعيه، وفي الروشتات وفي دي كل حاجه، ما في اي جمعيه قابلتني. ليه؟ المشكله ايه يا ام محمود؟ لو على البي سي ار احنا هنعمله لك ان شاء الله في صباح دريم. انت ايه المشكله دلوقتي؟ قولي المشكله. انا عايزه بس اللهم صل على سيدنا محمد، عايزه بس مساعده للبيت يا حبيبتي، يعني عدات كهرباء. طيب. وحمامه فرندي ادي لي 4 سنين ما بقعدش في الارض. طيب حد دلوقتي من زمايلي هياخد رقمك بس يدردش معاكي كده يفهم نوع المساعده اللي انت محتاجاها ايه، هنشوف كده ونقدر. رقمي بالليل عشان اتصلت برضه بالشيخ اسلام برضه للمساعده. طيب طيب يا ام محمود حياة ربنا، حياة ولادك يا بنتي.
انا احنا بنشكر الجامعه، انا عارفاك طيب. تعبانه معانا وتعبانه مع الجماهير وعايزاك تستضيفي سعاد بن سويس. ربنا يكرمك يا رب، ده واجبنا يا ام محمود وربنا انت بتعملي يا رب يا بنتي يجازيكي كل خير ان شاء الله ويجازي كل زمايلي يا رب الحقيقه اللي بيتعبوا جدا الحقيقه. قناه دريم دي يبقى لك اعاده يا ماما، البرنامج يبقى ليه اعاده. البرامج الصباحيه يا ام محمود غالبا ملهاش اعاده، لان يا دوب احنا بنخلص بتبدا بقيه اليوم. وعايزينك تطول شويه يا استاذه نعمة. مش انا اللي قلت، ام محمود اللي قالت على فكره. سامعين؟ سامع يا ساره؟ ماشي يا ابو محمود. ام محمود ما تقفليش غير لما تسيبي رقم التليفون، هنتواصل معاكي، هنشوف ان شاء الله باذن الله مع الدكتور عادل عبد المقصود نعمل او الدكتور وليد شوقي نعمل لك البي سي ار ده على طول باذن الله الاسبوع ده تكوني بتعمليه، وهنفهم بس منك انت محتاجه ايه تاني، نشوف لو حاجه تكافل وكرامه نقدر نساعدك فيها او ربنا يقدم الخير ان شاء الله. روماني اسوان، يا روماني. الو، صباح الخير يا فندم. صباح الفل، اتفضل. صباح النور يا فندم. بعد اذنك معلش انا اسف هتكلم بس في موضوع مش في الحلقه خالص. اتفضل. الله يخليك، انا كنت عايز اتواصل معاكم في الحلقه اللي فاتت بتاعت مكتب التوظيف يا فندم وما عرفتش اتواصل معاكم. هو العامله كذا مره. ماشي، ولا يهمك، قول لي احنا لسه فيها، ولا يهمك. هو بس هو الملتقى خلص كان 3 ايام، لكن قول لي احنا لسه فيها، عايز ايه؟ كتر خيرك، عايز اي وظيفه في اي شغلانه في اسوان يا فندم تكون معتمده، لان انا ما ينفعش اسيب اسوان لان الوالد معايا كبير في السن ومفيش حد معايا. مؤهلك ايه روماني؟ مؤهلك ايه؟ انا معهد كمبيوتر يا فندم. معهد كمبيوتر دفعه كام؟ 2010 يا فندم. 2010، تمام يا روماني. 2010 2011 يا فندم. حاضر، ماشي. طيب وحياتك يا روماني، دلوقتي هيبقى معاك زميلنا استاذ محمد معوض هياخد رقم تليفونك، ما تقفلش التليفون. تمام يا فندم، شكرا يا فندم. ايوه ما تقفلش بس. مين من القاهره؟ تامر القاهره، يا استاذ تامر. الو، صباح الخير. صباح الفل، اتفضل. لو سمعتي ممكن اتكلم دكتور جمال؟ معاكي يا فندم، اتفضل. تحت امرك يا فندم. ازاي حضرتك دكتور جمال؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك، لو سمحت انا بس كل المشكله عايز اسال على موضوع خشونه الركبه، انا عندي 44 سنه ركبتي الى حد ما بتيجي في الشتاء بتوجعني. حاول تكلمنا تاني بس انا هسال في حته الشتاء، ليه خشونه الركبه بتزيد في الشتاء؟ وبعدين هو 44 سنه يعني سن صغير. سن صغير. وليه بتزيد فعلا؟ ليه شكوى الناس بتزيد قوي من الركب في الشتاء؟ احنا عاوزين نتكلم على الخشونه المبكره، الناس اللي بتجي لنا في الخشونه المبكره. من ضمن الحاجات اللي هي بتؤثر في الشباب دلوقتي ان هو يجي يقول انا عندي التهاب في المفصل وخشونه مبكره. لازم في عوامل بتؤدي الى هذه الخشونه المبكره. زي ما حضرتك قلتي من شويه، الرياضات العنيفه، بعض الرياضات العنيفه تؤثر فعلا زي رياضه كره القدم. الناس العدائين، الناس اللي بيقفزوا من اماكن عاليه وحاجات من دي، كل ده حمل على الركبه يؤثر على مفصل الركبه. طب ليه احنا ما كناش بنعرف الحاجات دي زمان؟ لا، هي الحاجات دي كانت موجوده، لو حد كان بيمارس هذا النوع من انواع الرياضه زمان ولا حاجه كان هيحصل له نفس الاعراض اللي بتحصل دلوقتي. تمام. طب نتجنبها ازاي؟ اولا لازم امارس الرياضه بشكل متناظم ومتناسق، ان انا اعمل التمارين والاحماء كويس جدا قبل ما امارس اي نوع من انواع الرياضه. لازم اهل العضلات واهل الاربطه اللي حوالين المفصل. طيب. انها تقوم. انا بس عايز حضرتك تاخد بالك من حاجه، انا دلوقتي الجمهور الغالبيه العظمى من جمهورنا في صباح دريم، تمام، مش الناس اللي بتنزل تروح الجيم كل يوم والكلام ده، ولا بتنزل تيجي. انا فانا عايزه الست ام محمود اللي كانت بتكلمني دلوقتي تشتكي، اكلمها اقول لها وانت قاعده كده في البيت على الكنبه يا ام محمود اعملي تمارين كذا كذا، او اعملي او قوي ركبتك عن طريق كذا. اتفضل. بمنتهى البساطه، المشي البسيط المستوي اللي هو ما بيكونش فيه اماكن مطبات او اماكن فيها حفر وحاجات من دي، هو ده افضل مشي، وده افضل رياضه تساعد على الوقايه من خشونه المفصل. انزل امشي حوالين البيت مثلا قد ايه وكم مره في الاسبوع؟ على الاقل خالص الشخص اللي هو دايما بنقول الشخص اللي هو ما بيمارسش اي نوع من انواع الحركه، المشي ولا اي حاجه، يمشي بس لمده 10 دقائق او ربع ساعه الصبح. الصبح. الصبح او في اي وقت، او في اي وقت. ربع ساعه على الاقل. الحركه ديت بتساعد على غذاء المفصل بشكل كويس. طيب بس مشي عن مشي يفرق، انا عايزه المشي الرياضي، مش عايزه المشي بتاع انا ماشيه يعني سايبه كرشي وثانيه ظهري على قدام. طبعا لان ده هيضرني مش هينفعني. بالظبط. فعايزه بس اقول للناس ان في مشيه صحيه. المشيه الصحيه انه الشخص طبعا يكون ماشي بشكل مستقيم، ما يبقاش محني لقدام، ما يبقاش احنا حتى بنقول الارض اللي يبقى ماشي عليها ارض تكون مستويه عشان تسمح له حتى ان هو يبقى ماشي مستقيم.
على قد ما ليس في مصر على قد ما على قد ما نقدر المكان يكون مستوي حتى في البيت داخل البيت نمشي داخل البيت ما دام داخل البيت ارض مستويه تمام. هي الفكره كلها ان الاماكن اللي بيبقى فيها حفر ومطبات وحاجات من دي الشخص عشان يقي نفسه ان هو يقع فبيحاول ان هو يحمل تحميل زايد شويه على المفصل تحميل الزايد على المفصل ده بيعمل لنا قرح ساعات في سطح المفصل وبيعمل لنا كدمات في سطح المفصل يعني يؤدي بعد كده الى خشونه مبكره في المفصل تمام. فعشان كده الارض المستويه مطلوبه اثناء المشي وبنطلب في الاول الواحد الشخص يمشي لمده 10 دقائق ربع ساعه ويصعد الوقت ده حسب استطاعته هو كل ما بيمشي اكتر ويلاقي نفسه ما فيش الم يزود الوقت بتاعه من 10 دقائق لربع ساعه لنص ساعة لغايه لو ليه يقدر يوصل لساعه في اليوم ده كويسه جدا لو وقته يسمح كم مره في الاسبوع بقى سواء يومياً. من 40 ل 60 دقيقه يوميا لو قدرنا نوصل لكده لو قدرنا ونوصل لساعه يوميا وقته يسمح طيب. والعمل بتاعه يسمح الستات بتذاكر لاولادها والرجاله بيرجعوا من الشغل تعبانين فهنقول ان اغلبنا مش هيقدر يوميا دي المينيموم بتاعي كام الحد الادنى كم مره في الاسبوع على الاقل خالص ثلاث مرات يعني في الأسبوع. على الاقل يعني انا عايزه بس اقول حاجه مهمه انه المشي ثلاث لاربع مرات في الاسبوع مش بس بيحافظ على الركب بيقلل الكوليسترول واغلب الناس اللي عندها كوليسترول عالي لما بتروح للدكتور بيقول لهم امشوا من ثلاث لاربع مرات في الاسبوع ساعه كلام. على الاقل في المره تمام لان الحركه هي اللي بتمنع الدم او الكوليسترول اللي هو يترسب على شرايين على جدار الشرايين طبعا. الحركه الكتير والرياضه الكتير هي اللي بتخلي الدم يمشي بسرعه طبعا. وبالتالي ما يحصلش فالدهون اللي موجوده على الجدار بتاعت الشرايين دي تنز بتسيح بتنزل بالظبط يا فندم فما يحصلش عندي كوليسترول عالي ولا سمح الله انسداد في الشرايين ده احسن علاج احسن علاج للكوليسترول المشي. هو المشي الله احنا لسه ما ردناش على جزئيه تامر ليه الخشونه بتزداد في الشتاء بس هناخد معلش صابر ونرد على الاثنين مع بعض صابر الجيزه صباح الخير صباح الخير يا فندم اتفضل يا فندم صباح الخير والله المدام بتاعتي عامله حادثه من 2009 الف سلام عليها عملنا اهلا وسهلا المدام بتاعتي الف سلام انا سمعت بتاعتي عامله حادثه من 2009 في فرداه اليمين وروحنا كذا مستشفى عملنا ست عمليات لغايه ما عملنا جهاز ولغايه دلوقتي حضرتك ما بتمشيش بتمشي على المشايه بالعافيه ست عمليات وانا معاشي 300 جنيه يعني انا وانا والست قاعده في البيت مكسحه وانا بشتغل عليهم هو الحادثه عملت لها ايه في الفخذ بالظبط كسر في الفخذ كسر في الفخذ عملنا لغايه ما رحنا الهلال الاحمر عملنا جهاز انتوا عندكم تامين صحي يا استاذ صابر؟ لا انا عندي تامين مراتي ما عندهاش تشرفني في مستشفى احمد ماهر طيب انا مراتي قاعده في البيت طيب استاذ صابر يعني الحقيقه ضفنا مشكورا الدكتور جمال هيوجه لك دعوه دلوقتي اتفضل يا دكتور شكرا تشرفني حضرتك في مستشفى احمد ماهر التعليمي ودي موقعها في شارع بورسعيد تشرفني هناك وانا هستقبلك واعمل لك حاضر ونعرف تاريخ المرض ايه بالظبط ربنا يخليك ونحاول نساعد حضرتك على قد ما نقدر ان شاء الله ربنا يخليك صابر بس اديني اسمك الثلاثي عشان بس معلش يعني نبقى عارفين الدكتور يبقى عارف ايه اسم حضرتك دكتور انا هقول لك انت اسمك صابر الثلاثي ايه صابر ابراهيم محمد الشافعي صابر ابراهيم محمد الشافعي هتروح يا صابر مستشفى احمد ماهر التعليمي اللي في شارع بورسعيد الشافعي ماشي ماشي صابر ابراهيم محمد الشافعي ماشي هتروح مستشفى احمد ماهر التعليمي تسال على الدكتور جمال صلاح الدين ايوه وقول له انا صابر ابراهيم الشافعي من صباح دريم ايوه حاضر تاخد معاك المدام وكل الاشعه اللي هي عملتها قبل كده والف مليون سلام انا اي حاضر حاضر والف مليون سلام عليها يا رب يشفيها يا رب فايز القاهرة صباح الخير حضرتك الو اتفضل يا استاذ فايز معاك الدكتور ايوه يا فندم ايوه حضرتك اتفضل يا فندم ايوه اتفضل يا فندم لا فايز معلش حاول تكلمنا تاني بس وتكون موطي صوت التلفزيون نرجع تاني نسال على خشونة الركبة لماذا تزداد في الشتاء تمام كمفصل ذات نفسه هو اللي بيتاثر اثناء فتره الشتاء والبرد وتغيير الفصول هي الاربطه والعضلات اللي حوالين المفصل والاخشيه اللي هي المغطيه للمفصل. لما يكون الحاجات دي ضعيفه بتكون عرضه اكتر انها تتاثر بالعوامل الجويه زي البرد والسقعه وتغير الاجواء وحاجات من دي. فبيحصل فيها التهاب فالشخص بيحس بالم
الألم ده هو ذات نفسه هو نفس الألم اللي بيحصل مع خشونة المفاصل. هو ده بس هو الفرق اللي ما بين الأجواء، ما بين الشتاء وما بين الصيف. إن أنا بحس ليه ألام موجودة في الركبة أكتر في فترة الشتاء أكتر من فترة الصيف. طيب احنا كل الفترة فاتت دي بنتكلم في انه ازاي نقي نفسنا وانه الرياضة دي مهمة وكده، لو لا سمح الله الشخص بالفعل اصيب بخشونة ركبة ووصل عنده المرحلة مش قليلة كمان، يتعامل معها ازاي؟ هو لازم التشخيص، التشخيص مهم جدا، ان انا اولا لازم اروح لدكتور طبعا عشان خاطر يكشف عليا كويس ويفحصني كويس، واذا كان هيطلب اشعاعات هيطلب تحاليل عشان نعرف سبب الخشونة اللي زادت بهذا الشكل ايه هو السبب. بعالج انا اولا الالتهاب اللي موجود، بعالج السبب اللي حصل اللي زود الخشونه بهذا الشكل، ولما ما دام في خلل حصل داخل الركبه انا بحاول اصلح الخلل بقى اللي حصل داخل الركبه. لو هي درجه من درجات المتاخره زي الدرجه الرابعه او الدرجه الخامسه، علاجات الخشونه اللي في المراحل دي بتكون حاجات كتير جدا، تدخلات جراحيه بتبدا من المناظير، المناظير من خلال ان احنا بنعمل صنفره للركبه من داخل، بنشيل الزوائد العظميه، بنزيل الالتهابات اللي موجوده داخل مفصل الركبه، لو في اي قرح داخل مفصل الركبه بنصلحها من خلال المنظار. والمرحله الاخيره خالص اللي هي تغيير المفصل. تغيير المفصل. المفصل دي المرحله الاخيره خالص اللي هو المفصل بيكون خلاص حصل فيه خلل ميكانيكي داخل المفصل، وبالتالي ما فيش اي وسائل اخرى تحسن من هذا المفصل. ما لناش حل تاني خلاص. بالظبط، هو دايما احنا في حاله تغيير المفاصل بنقول بنشيل مفصل مؤلم غير متحرك ونصلحه بمفصل متحرك غير مؤلم. ودلوقتي صحه المفاصل اللي احنا بنعمل دلوقتي مفاصل للشخص ممكن ان هو يقعد، حتى يقعد قعده التحيات اللي هي بتاعه الصلاه، يقعد قعده القرفصاء اللي هي في القعده في الارض دي خالص، يعني بقت دلوقتي الصيحه بتاعه المفاصل تسمح لنا بمدى حركي واسع المدى. تمام، اسمح لنا ناخد اتصالات اخرى. ناخد مين من القاهره يا اسامه؟ اول حد قلت اسمه ايه؟ استاذه منيره. ايوه استاذه منى. صباح الخير يا حبيبتي، اتفضلي. صباح النور. لا سمحت انا عايز اكلم الدكتور، انا ركبي بقالي كام سنه وتبع تامين صحي والعلاج مش عامل حاجه معايا، وانا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، بقيت مش قادر امشي خالص. يعني انت حضرتك في اي امراض اخرى حضرتك بتاخدي لها اي ادويه؟ باخد ده، انا عندي سكر وضغط. الف سلام على حضرتك. انا ركبي دي عايزه الابر اللي انتوا بتقولوا عليها دي او اي حاجه، لان مفيش حاجه نافعه، اخدت علاج كتير قوي. انا كنت لسه هقول لحضرتك هذا كلام، احنا مراحل العلاج بتاعه الخشونه بنبدا الاول بالعلاج الدوائي اللي حضرتك اخدتيه، ولما بنلاقيه غير واعد، يعني ما بنلاقي مفيش منه نتائج ملحوظه والشخص مش بيستفيد منه، بنخش على الخط الثاني من العلاج اللي هو الحقن اللي حضرتك بتكلمنا فيها. وحقن البلازما هي حقن، بس المهم بس نشخص الحاله بتاعت حضرتك، وان تكون درجه الخشونه بتاعت حضرتك تسمح ان حضرتك هتستفيدي من هذا الحقن. انا طبعا الاثنين والوقت تجي لك مستشفى احمد ماهر تشرفني. طيب شرفني. يا منيره هتروحي للدكتور جمال مستشفى احمد ماهر التعليمي، بس اديني اسمك الثلاثي يا منيره والنبي. منيره ابراهيم شحاته. منيره ابراهيم شحاته. تمام. ايامك ايه يا دكتور هناك؟ عشان السبت والثلاث في احمد ماهر. السبت والثلاث في مستشفى احمد ماهر التعليمي اللي في شارع بورسعيد يا منيره. ولو حضرتك قريبه من مستشفى دريم والثلاث ولو قريبين مستشفى دريم تيجي تشرف في مستشفى دريم برضو، احنا بنعمل نفس. طيب تمام. ولو انت اقرب لك مستشفى دريم هنا عندنا في دريم لاند، تعالي هنا دريم، تعالي مستشفى دريم. انا قاعده في مدينه السلام. مدينه السلام يبقى اقرب لك ايه؟ احمد ماهر. احمد ماهر تالي اقرب لك صح؟ لا يبقى روحي مستشفى احمد ماهر. ماشي خلاص، روحي شارع بورسعيد مستشفى احمد ماهر التعليمي. ماشي ماشي يا منيره. اخر اتصال بقى هناخده فوزيه البحيره. صباح الخير. صباح الخير مدام منى. اتفضلي. صباح الخير. صباح الفل. انا عندي خشونه في ركبتي وانا ذو احتياجات خاصه. حبيبتي سن حضرتك قد ايه يا فندم؟ انا العمر قد ايه؟ 50 سنه. انا ممكن اكلم حضرتك استاذه منى في حاجه اهم من ركبتي كمان؟ اتفضلي. اتفضلي حضرتك. انا مطلقه بقالي 6 سنين وقاعده مع والدتي في اوضه ومعايا عيلين. انا نفسي اخد شقه في بتاع الاسكان هنا، سالت في مجلس المدينه قالوا لي ده في وادي النطرون، يعني انا ابقى من كفر الدوار اروح وادي النطرون؟ بالله عليكم ده ينفع اقعد في الشارع؟ انت مطلقه ومعاكي ولدين وقاعده مع ماما في اوضه وعندك وعندك اعاقه؟ وعندي اعاقه. اعاقتك ايه يا فوزيه؟ اعاقتك ايه؟ معاك كارنيه بتاعتي رجليا الشمال. رجليك الشمال مالها؟
انا نفسي اتوصل لحضرتك بقالي شهور مش عارفه اوصل لك. معلش حبيبتي. من شغل الاطفال حضرتك. شغل الاطفال. شغل الاطفال ورجلي الثانيه باظت من تحميلي عليها ماشي على عصايه. فهل بالله عليكم انا بستغيث ليكم حد يبص لي بعين رحمه. انا عايزه مكان اقعد فيه انا وولادي. انت معاكي اي مقدم؟ طب يا مني فوزيه معاكي اي مقدم؟ معايا اي مقدم؟ معاكي اي مقدم تدفعيه لو حاجه في الـ في الـ في الاسكان في الشعبي؟ معاكي اي حاجه بتاع الاسكان اللي هو الايجار ده؟ الايجار 300 جنيه وفي 410. انا بسمع حضرتك يوميا. سالت عليك مجلس المدينه قالوا في وادي النطرون. ابقى في كفر الدوار اروح وادي النطرون تاني؟ الايجار اللي عندك في البحيره اقرب حاجه ليكي ايه؟ قولي لي تاني كده فين؟ في كفر الدوار. اقرب حاجه عندك ايجار جديد في كفر الدوار ده بقول هو ابو 300 جنيه فوزيه صح؟ اي حاجه الاقي مكان اقعد فيه. انت عارفه عندنا الشقه ب 1200 و1000 جنيه ايجار. طيب يا فوزيه. انا معاش والدي يا دوب مكفيني علاج لاني كان جالي غيبوبه قلب وعندي سكر وعندي ضغط. ونفسي ابقى في مكان انا وولادي. جوزي رماني بعد 20 سنه عشان عييت ودخلت عينيا مركزه رماني بعد 20 سنه عشره معاه. يا ست فوزيه لو في برضو انا من عندي انا اي حاجه من الناحيه الطبيه او الناحيه الصحيه خاصه بحضرتك لو في جهاز لحضرتك انا مش اي حاجه محتاجاها من الناحيه الطبيه. السكن دلوقتي اهم حاجه. بس انا بشكرك طبعا يا دكتور كتر الف خيرك على الاستجابه يعني دي. اي حاجه فوزيه ما تعيطيش كده يا فوزيه. كل واحد عنده هم والله يا فوزيه. ما معلش انا لما اروح اسال في مجلس المدينه انا جنب مجلس المدينه على طول اروح اسال يقولوا لي كفر الضوء وادي النطرونيه في كوم حماده. يعني في مجلس المدينه قالوا لك ليكي ايجار ممكن تاخدي الايجار الجديد ده يا في كوم حماده يا في وادي النطرون والاثنين بعيد عنك فانت عايزه كفر الدوار. انا فاهمه صح؟ بالظبط حبيبتي بالظبط. الله يباركلك في صحتك وفي مالك يا رب. وتسلمي يا رب وتسلمي. يبقى فوزيه ممكن تسيبي رقمك معوض ممكن نكلم استاذ هاني يونس يا معوض. الله يخليك. طيب الله يخليك فوزيه سيبي رقمك اوعي تقفلي غير لما تسيبي رقمك. جزاك الله خير يا استاذه منى. ربنا يا رب يكرمك يا رب ويكرمك يا رب ويكرمك يا رب ويهون عليك يا رب. بعد 20 سنه جواز سابها علشان جالها اعاقه. طيب هي الاعاقه من زمان. هي الاعاقه من زمان بس ربما كترت بقى ربما مع كمان المشاكل اللي عندها شلل الاطفال قديم لان احنا الحمد لله شلل الاطفال دلوقتي اختفى دلوقتي عشان التطعيمات الحمد لله اختفى ما بقاش عندنا شلل الاطفال حديث خالص الحمد لله. الحمد يعني كل الحاجات اللي احنا بنشوفها من شلل الاطفال هي حاجات رواسب قديمه من الاصابات القديمه. نصيحه اخيره يا دكتور تقولها لحضرتك لكل الجمهور دلوقتي للتعامل مع خشونه الركبه. احنا مركزين النهارده على الخشونه تحديدا. ان شاء الله عايزين في حاجات تانية بقى نتكلم على الخشونه عن الركبه قصدي بما فيها بقى الرجل نفسها في اصابه شهيره قوي اسمها ايه اللي هي بتاعت الملاعب دي ابو صليبه الرباط الصليبي احنا على فكره في السودان عملت رباط صليبي امامي وخلفي عملنا لهم عمليات هناك الحمد لله كتير. بس الرباط الصليبي ده قاتل يعني هو التأهيل بتاعه ألمه رهيب. هو التأهيل بتاعه هو الألم بتاعه بيكون ساعة الإصابة ذات نفسها يعني ساعة الإصابة والرجل اللي بتورم وبيعالج علاج اسعاف اولي. ده هنتكلم عنه ان شاء الله في حلقه باذن الله مخصوصه لموضوع الرباط الصليبي والالتهابات اللي ممكن تحصل في القدم. بس نصيحه بقى دلوقتي للتعامل مع مشاكل الركبه نمره واحد سواء كان ايا كان سن الشخص. التغذيه المعتدله ده مهمه جدا. التغذيه المعتدله مهمه جدا. شرب الماء بكثره مهم جدا. الحاجات دي كلها على فكره شرب الماء مش عشان الكلى فقط. شرب الماء عشان كل الانسجه بتاعت الجسم علشان كل انسجه الجسم. نمرة ثلاثة الرياضة. مش الرياضة ان انا اروح زي ما حضرتك قلتي ان انا امشي حوالين التلاج في النادي او اروح نادي. لا المشي ابسط رياضة اللي هي المشي. كل ما انا بقوي الاربطة والعضلات اللي حوالين المفاصل كلها كل ما المفصل ده بيكون صحته كويسة. تمام. بس مع المشي انا فهمت من كلام حضرتك انه لازم تقوية للركب. بالظبط. لان المشي الكتير وطلوع الرصيف ونزول الرصيف والحاجات دي كلها برضو بيضعف بيرهق الركب. بيرهق ويجهد المفصل فيؤدي الى اصابة في المفصل. بالظبط. فاحنا نمشي بس نقوي الركب. بالظبط. نقوي الركب ازاي بقى؟ من خلال التمارين الرياضية. التمارين الرياضية. في تمارين معينة ان هي الفرد والتاني. ادينا كده يا دكتور. ادينا كده
ممكن يا كامل والنبي تدينا كده ايه صوره نعرف بس بيها الركبه كده، لو انا قاعد في البيت دلوقتي بتفرج ازاي كده قدام التلفزيون ممكن اقول لو انا قاعد وانا القعده بتاعتي البسيطه خالص ان انا بشد ركبتي على الاخر خالص بهذا الشكل وتني شادد هذه الشده لمده ما يوازي 10 عدات 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واسيب شده خالص شده تمام. التمرين تعب رجلك لفوق كده اهو بهذا الشكل ان انا بحس ان العضله الاماميه هو ده تمرين للعضله الاماميه. حلو، فانت لما انت في التمرين ده شادد ورا هنا في شادد العضله، لا شادد الاساس فيها ان انا شادد العضله الاماميه. بس العضله ما عندي في هنا في بالظبط لان انا بشد كل الرجل صح. بس هو الاساس هنا العضله الاماميه، لان العضله الاماميه دي بنسميها العضله الحاميه لمفصل الركبه. حلو، طول ما العضله الاماميه ديت قويه فمفصل الركبه محمي. ده الوضع اللي الدكتور دلوقتي عامله برجله اليمين ده بالزبط. هو ده انسب تقويه للركبه. ارجوكوا يا شباب ناخد بالنا ده تمرين، وهو الاساس التمرين دوت هو الاساس في كل التمارين. انا بشد بهذا الشكل 4 عد ال10 وهذا الوضع. التمرين الثاني ان انا بتني أيوة. وبفرد بهذا الشكل وانا برضو شادد الرجل بهذا الشكل ان انا تني رافعها بقى بحيث ان العضله تكون موجوده بهذا الشكل. هو كل التمارين دي كلها قصدها ان انا اقوي العضله الاماميه. تمام. ادي دول تمرينين بسيط جدا كده. تمرينين بسيط جدا كده. هو التمرين بالظبط بس كده لمده 5 مرات على مجموعات يوميا يعني دايما بنربطها بحاجه الشخص يكون بيعملها بشكل منتظم زي الصلاه زي اي حاجه هو بيعملها. طب. يعمل التمرينين دول 5 مرات بعد كل حاجه. حلو. على مدار مثلا في اليوم 5 مرات ولا حاجه. حلو. يعمل كل تمرين منهم 5 مرات. حلو. دي احسن حاجه وتقوي الركبه دي ممتازه جدا لو عمل بهذا الشكل هو بيقي نفسه. انا بشكرك جزيل الشكر الاستاذ الدكتور جمال صلاح الدين استاذ الطب الرياضي واصابات الملاعب بمستشفى دريم، معلومات غزيره جدا وكل الشكر لمساعدتك لجمهورنا الكريم. يبقى حضرتك ان شاء الله هيجي لك تامر القاهره، لا هيجي لك صابر الجيزه، صابر ابراهيم الشافعي هيجي لك مستشفى احمد ماهر، وبرده يا استاذ صابر لو اقرب لك مستشفى دريم هنا عندنا الدكتور جمال هيستناك. وفي مين السيد؟ منى صلاح السيد؟ طيب حاضر حاضر. طيب منى صلاح السيد معلش يا دكتور هتستقبل كمان بعد اذنك عشان خاطرنا الاستاذه منى صلاح السيد برضو هي من مشاهدينا الكرام وعندها ظروف خاصه ومحتاجه قوي تيجي. انا موجود يوم السبت يوم الثلاث في مستشفى احمد ماهر التعليمي الساعه 9 صباحا. اتشرف طبعا استقبل اي حد اقدم اي خدمه او اي رعايه لاي حد. اشكرك. يبقى منى صلاح السيد حاضر، منيره ابراهيم شحاته، وقلنا صابر ابراهيم الشافعي. بشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعه. شكرا لحضرتك يا دكتور نورتنا. المره الجايه ربط صليبي بقى وحاجات ثانيه كتير ان شاء الله. يلا بينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نشوف على طول بنك ناصر الاجتماعي بيعمل ايه بالظبط مع الشباب، دوره في تمويلهم الغير قادرين ذوي الاحتياجات الخاصه المعاشات التامينات. عايزه بس اقول لحضراتكم على حاجه، انا بعد الفاصل هنشوف تقرير احنا صورناه. الحقيقة قعدنا ندردش كده أنا وزمايلي لأن كل الناس اللي من جوه البنك اللي صورنا معاهم الناس كلها الحمد لله راضية جدا عن أداء البنك وعن دوره الإيجابي في التمويل والبرامج الشبابية والمعاشات والتأمينات وكده. وبالتالي ده اللي احنا رصدناه جوه البنك، ما اقدرش أقول لحد والنبي يقول كلمة سلبية عشان يبقى عندي بالانس في التقرير بتاعي. الناس قالت كده، وبالتالي لو في مشاكل أو لو في استفسارات أو شكاوى يا ريت نسمعها من حضراتكم مع ضيفنا اللي هيكون معانا بعد دقايق الاستاذ محمد شومان نائب رئيس مجلس اداره بنك ناصر الاجتماعي بعد هذا الفاصل.